مساء الخير، أنا مع حضراتكم محمود كساب، استشاري ريال استيت العاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة هتكلم مع حضراتكم عن المولات اللي هي بتكون في المناطق الخدمية في الار 7. احنا عندنا في سكاي لايت، في اسجراد مول، في 70 مول، في الكابيتال جيت، في بلو مول. دي كلها مشاريع تجارية هي موجودة في المناطق الخدمية، المربعات الخدمية اللي بتكون موجودة بين الكومباوندات في منطقة الار 7. انا هتكلم كده في نبذة مختصرة عن كل مشروع. طيب احنا اول حاجة هنبدأ عنها بالنسبة لسكاي لايت، شركة المروة، الشركة المطورة للمشروع، شركة المروة للمقاولات والتطوير العمراني. هي شركة ليها عدد كبير جدا من المشروعات سواء كمطور عقاري او حتى كمقاولات. هم عاملين عدد من الفيلات والعمارات السكنية في التجمع الخامس والقاهرة الجديدة، ومنفذين كشركة مقاولات حوالي 20 عمارة لصالح الهيئة الهندسية بتاعة القوات المسلحة في مدينة بدر، وعاملين حوالي 3 أبراج لصالح الأشغال العسكرية في البساتين، ومنفذين مجمع محاكم زفتة، ومنفذين حوالي 19 مستشفى مع شركة وادي النيل في محافظات مختلفة، وكمان عاملين حوالي 60 مدرسة مع هيئة الأبنية التعليمية. المشاريع بتاعتهم في الار 8 او في العاصمة، يعني هم واخدين قطعة حوالي 17 فدان في الار 8 ديت، بيعملوا عليها كومباوند اسمه مينوريكا. ده كده بشكل عام الهيستوري بتاع الشركة. طب اللوكيشن بتاع سكاي لايت هو قطعة جي 2، هو في المربع الخدمي بجوار كومباوند ميد تاون كوندو. هو اللوكيشن بتاعه بالظبط يعتبر واخد شارعين، شارع عرضه حوالي 60 متر وشارع 45 متر. احنا عندنا مساحة الأرض بنتكلم في حوالي 3000 متر تقريبا. المول بيبقى عبارة عن أرضي وأول وتاني. هو بيبقى طبعا من الجوانب بتاعة المول بيبقى فيه مساحات جاردن. احنا عندنا اولا المشروع الارضي المساحات فيه بتبتدي من حوالي 40 متر تقريبا، سعر المتر بيتراوح من 58 لحد 65 ألف. بيبقى فيه اوت اريا، مساحات اوت اريا في الدور الارضي بتتراوح من 15 لحد 28 متر. الدور الأول المساحات فيه بتبتدي من 28 متر وسعر المتر بيبدأ من 45 ألف جنيه. الدور الثاني بتبقى نفس المساحات ومتوسط سعر المتر بيتراوح من 35 لحد 45 ألف تقريبا. طيب أنظمة السداد، هم عندهم مقدم 12% أوفر، هم عاملينه 12%، وأول 20 قسط بيبقى النسبة بتاعته 3%، وأول 20 قسط ربع سنوي بيبقى النسبة بتاعته 3%، وبعد كده 28 قسط المتبقيين اللي بيبقى قسط ربع سنوي برضو بيبقى القيمة بتاعته بنسبة 1%. ده تقسيط على 12 سنة، مديلك تقسيط 12 سنة، بس في الأول كده بيبقى فيه سنة فرونت لودد في أول 20 قسط، وبعد كده بنكمل بأقساط. هتبقى قيمة القسط الواحد وربع سنوي 1% على 28 قسط ربع سنوي. تمام، ده كده يعني بشكل عام. طب المشروع هو استلام خلال 2.5 سنين، احنا المشروع كله تجاري، الأرضي الأول التاني. طبعا بيبقى نص تشطيب محارة، الصيانة عندهم بتبقى 8% ودي بتدفع عند الاستلام. طيب تاني مشروع ليهم اللي هو اسجراد مول، ده موجود برضو في الار 7، موجود في المنطقة الخدمية اللي هي ما بين المربع اللي هو بتاع مصر ايطاليا بتاع فينشي وشركة ماستر جروب اللي هو مشروع سيتي فالي. هو على شارع عرضه تقريبا حوالي 80 متر. المشروع اللي احنا بنتكلم المبنى الارض حوالي 2200 متر والبنى على 30%. المشروع عبارة عن أرضي وأول وتاني، المساحات فيه بتبتدي من 22 متر، الدور الأرضي بيبدأ من 22 متر بيكون معاه مساحات أوت أريا، الدور الأول المساحات فيه بتبتدي من حوالي 28 متر تقريبا، والدور التاني المساحات فيه بتبتدي من 36 متر. طيب أنظمة السداد عندنا مقدم 10%، وبعد سنة 5%، وبعد سنة ونص وقت الاستلام 5%، والباقي على 5 سنين. وفي نظام 15% وبعد سنة 5%، وكمان سنة ونص وقت الاستلام 5% والباقي على 6 سنين.
سعر المتر في الدور الأرضي بيتراوح من 55,000 لحد 65,000. سعر المتر في الدور الأول بيبدأ من 40,000 لحد 50,000، وسعر المتر في الدور الثاني بيتراوح من 35,000 لحد تقريبا 40,000. هو استلام خلال سنة ونص، بنتكلم في 2021، بيبقى برضو تشطيب، نص تشطيب محارة. يعني ده طبعا بشكل عام، هم حاليا حفروا الارض وكده، الصيانة عندهم بتبقى 10% بتدفع برضو مع الاستلام. طيب في المول التالت اللي هو كابيتال جيت. كابيتال جيت دوت هو موجود يعني في الار 7، على منطقة انا هوري لحضراتكم اللوكيشن بتاعها، هي في منطقة خدمية. هو المشروع مصمم على مبنيين منفصلين، بحيث بيربط ما بينهم في النص كده ممشى بانوراما. مساحة الأرض حوالي 5,000 متر. هو المبنى عبارة عن دور أرضي واتنين متكرر، برضو بيبقى كل الوحدات برضو محارة، مفيش مشكلة يعني، نفس الوضع. المساحات فيه بتبتدي أقل حاجة من 17 متر، والأسعار فيه بتبتدي أقل حاجة من 36,000 جنيه للمتر، والصيانة عندهم بتبقى 10% برضو. الأوفر السداد إن حضرتك بتدفع 15% مقدم، وبتاخد خصم 15%، وبتقسط على 8 سنين. طيب في المشروع بتاع 70، هو المطور العقاري للمشروع شركة اسمها فور سيزون. هي الشركة يعني كسابقة أعمال أو بروفايل، هم عاملين حوالي تقريبا 40 عمارة في حدائق الأهرام، وعاملين حوالي 10 عمارات في العبور، و5 عمارات في التجمع الخامس، و3 عمارات في أكتوبر. ده يعني كده كبروفايل، يعني نبذة كده مختصرة عن الهيستوري بتاع الشركة. هو المشروع واخد 3 نواصي على شارع عرضه حوالي تقريبا 70 متر، وفي المربع الخدمي اللي هو جنب مشروع سيناريو. مساحة الأرض 6,000 متر. المشروع برضو أرضي وأول وتاني وروف، بيبقى طبعا في دورين بيزمنت. المشروع كله تجاري. الأسعار بتبدأ الدور الأرضي من 74,000 لحد 80,000 أو 88,000 تقريبا. الدور الثاني الأسعار فيه بتتراوح من 36 أو من 38,000 لحد حوالي 46,000 جنيه. هو في حالة الدفع الكاش بنتكلم في خصم 30%، الاستلام خلال سنتين. يمكن في اوفر حاليا معمول ان حضرتك في عليه اوفر ديسكاونت 15%، والمساحات الخارجية بتكون فور فري مجانية. ده اوفر هي الشركة نازلة بيه لفترة معينة. طيب في نظام سداد بدون مقدم على 5 سنين، وفي 10% و6 سنين، وفي 15% و7 سنين، وفي 20% و8 سنين، بس بيكون معاك دفعتين في أول سنتين 5%. طيب آخر مول هنتكلم عنه اللي هو بلو مول، ده برضو بتاع شركة الفور سيزون. يعني طبعا الخدمات الأساسية اللي موجودة طبعا منطقة الكيدز اريا، بيبقى في منطقة برضو زي الفود كورت. ده بشكل عام يعني احنا عندنا المنطقة ديت، هي في منطقة خدمية بجوار ميد تاون كوندو على 4 شوارع. المول دوت مساحته تقريبا حوالي 3,320 متر. هو عبارة عن، احنا عندنا طبعا الباركينج اندر جراوند طبيعي زي كل المولات اللي اتكلمنا عنها، بيبقى ارضي واول وتاني، ومساحة المتعارف عليها بتبقى حوالي 17 متر. المشروع كله برضو تجاري، نفس الكلام مفيش اي اختلاف. عندك كده انظمة السداد برضو بدون مقدم على 5 سنين، وفي مقدم 5% و6 سنين، وبيكون بعد 6 شهور دفعة 5%، وفي على 10% و7 سنين، وبيكون في دفعتين في اول سنتين 5%، وفي 15% و8 سنين، وبيكون برضو في عندك في اول سنتين دفعتين 5%. الاستلام بنتكلم خلال 2.5 سنين. المصاريف الإضافية بتبقى 8% وديعة الصيانة. يبقى احنا كده عندنا في 70 مول وبلو مول، ده بتاع شركة الفور سيزون، وعندنا سكاي لايت وأزجراد مول، دول بتوع شركة المروة للتطوير العمراني. انا طبعا هوري حضراتكم دلوقتي الاماكن بتاعت المولات ديت موجودة فين بالظبط في المناطق الخدمية بتاعت الار 7.
طبعا لو في اي حد عنده اي استفسارات بشكل عام، سواء عن فرص الاستثمار في التجاري او الاداري او الطبي، او فرص الاستثمار في السكني، يقدر ان هو يتواصل معايا من خلال الضغط على اللينك اللي بيكون موجود في اول الديسكريبشن. حضرتك مجرد ما بتضغط على اللينك دوت اللي موجود في اول الديسكريبشن بيوصلك على طول على الواتساب الخاص بيا. انا مع حضرتك محمود كساب، استشاري ريال استيت العاصمة الادارية الجديدة. طبعا حضرتك تشرفني بالتواصل في اي وقت، وشكرا جزيلا لحسن الاستماع. طيب انا دلوقتي فاتح مع حضراتكم البلان، المرحلة الاولى للعاصمة. احنا اتكلمنا عن المولات المنفصلة اللي موجودة في منطقة الار 7 في الحي السكني السابع. دي كده منطقة الار 7، هي تعتبر ما بين الامتداد بتاع الاكسبو سيتي ارض المعارض وما بين الحي الدبلوماسي، يعتبر بعديها او فوقها على طول المنطقة اللي فيها منطقة المستثمرين او منطقة الطرح الاول. طيب انا طبعا برضو هدي لحضراتكم نبذة كده عن المداخل بتاعة العاصمة. احنا عندنا دوت الطريق الدائري الاقليمي اللي هو يعني بيقطع من طريق السويس وواصل معانا لحد طريق السخنة. ده الطريق الدائري الاوسطي اللي هو يعتبر موازي للطريق الدائري الاقليمي، هو يعتبر الطريق الفاصل ما بين القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية الجديدة ومن بداية المحاور الرئيسية في العاصمة، محور محمد بن زايد الجنوبي ومحور محمد بن زايد الشمالي بطول امتداد العاصمة، وبيتوسطهم النهر الأخضر في المقدمة هنا مسجد الفتاح العليم. طيب أنا كده هوري حضراتكم برضو اللوكيشن بالظبط بتاع الأماكن المولات. احنا عندنا طبعا هنا الجامعة البريطانية، هنا الجامعة السويدية، وفي الأريا ديت الجامعة الروسية. ده الديزاين بتاع المول أزجراد، ده الشكل الديزاين الخارجي للمشروع. ده بقى سكاي لايت مول، التصميم الخارجي لسكاي لايت. ده بقى الديزاين الخارجي لبلو مول، ده شكل التصميم بتاع المشروع من بره. المنطقة ديت هتبقى زي منطقة فود كورت كده بالظبط. التصميم الداخلي الدور الأول، ده الجراوند، ده 70 مول، التصميم الخارجي لسيفنتي مول. طيب دي كده بقى البلان اللي هي بتوضح الأماكن بتاعة المولات. أنا عندي 70 مول، هو واخد اللوكيشن دوت في المربع الخدمي. احنا عندنا القطعة ديت، دي القطعة بتاعة أكام، فهو يعتبر في المربع الخدمي بتاع مشروع سيناريو وجمعية الفدا. طيب اللي تحت ده بقى بلو مول، هو في المربع الخدمي اللي هو ما بين الميد تاون كوندو وما بين هنا مشروع تاون جيت. طبعا لو حضراتكم محتاجين البروشورز بتاعت المشاريع ديت تقدروا تبعتولي على الواتساب من خلال الضغط على اللينك اللي بيكون موجود في اول الديسكريبشن. انا معاكم محمود كساب، استشاري ريال استيت العاصمة الادارية الجديدة، وشكرا جزيلا.